زوز مواضيع شدوا اهتمامنا في الجمعة هذه في فصل المقال. موضوع حول مشاكل في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا، نتناولوه في نص ساعة ثانية. في النص ساعة الأولى باش نحكيو على معضلة خوصصة أو خصخصة كما يقولوا إخواننا في الشرق الإعلام العمومي. للحديث حول المسألة هذه نستقبلوا سي سامي الطاهري اللي هو عضو في المكتب التنفيذي اتحاد عام تونس الشغل، وكذلك أمين عام مساعد ومدير جريدة الشعب. عسلامة سي سامي. عسلامة. مرحبا بك. تفضل. أنتم في الحقيقة من الأسبوع اللي فات في الصفحة الأولى نتاع الجريدة بتاعكم جريدة الشعب طرحتوا قضية التلفزة التونسية ملك للشعب لا ملك للحكومة. أما الأسبوع هذا ظهرت قضية خصوصة الإعلام العمومي. الإعلام العمومي وما أدراك ما الإعلام العمومي، تحدث عليه سي راشد الغنوشي، أما تحدث عليه قبل سي راشد الغنوشي نائب نتاع النهضة سي عامر العريض في حوار في القناة الوطنية. كان تسمح نشوفوا الفيديو الأول نمشيو للتعليق فيما بعد. اولا خليني نعلق هاني قلت تعلق بال بالاعلام وحديثك على الخوصة لانك انت جبت موضوع الخوصة. سمعتك تحكي تو معناها. اي لانك انت ايضا سالت على الخوصة. على كل حال هذا الراي موجود ما في ذلك شك. اي خوصة؟ والمؤسسة خبر رسمي هذا؟ ما انا سمعته يحكي شنو خبر رسمي؟ وجهة نظر يعني موجودة. وش خبر؟ نوليو معناها تونس نوليو تونس الولايات المتحدة الوحيدة ما فيهاش إعلام عمومي. لا اسمع خلينا تكون سابقة تونسية في العالم. نعم احنا عملنا ثورة ما عملوهاش الناس قبلنا، ممكن نعملوها في أمريكا عملوا ثورات. طيب هاو أنا نطرح عليكم التحدي. نعمل استفتاء بالرأي العام، الإعلام العمومي ما هو ملك الشعب هكا ولا؟ طبعا ملك الشعب. نعمل استفتاء أمام الرأي العام حول الإعلام العمومي في وضعه الحالي، وأكثر من هذا نخلو الإعلام العمومي يدافع على روحه، ووجهة نظر الأخرى معناها التي تدعو إلى الخوصصة لا تدافع عن نفسها في الإعلام العمومي. علاش ما طالبوا انتم انت تبي ما نشوف النتائج؟ معناها باش ما نتكلموش طالب بإجراء استفتاء. علاش مدخلنا انتم تطالبون بخصوصة الاعلام العمومي سي عامر؟ خلينا نفهم برك باش قطعتش يعني من بكري ما قطعتش والله باش نفهم. اي خليني قطعتني راك و... ليه قطعتني باش تتوضح؟ تحكي على العقاب الجماعي وتشبه فينا بوضع اسرائيل وقتها قطعتك. وانا نحكي في موضوع عندك انت برك تقطعني وانا ما قطعتكش. لماذا بيا تقطعني؟ اكثر مني بعد ما حب تكلم تفضل. انا اسال حتى المشاهدين اللي تبعتوا، انتم تطالبون بخصوصة الاعلام. خلص ماذا بيا يجاوبني؟ خليني نتوضح. اي تفضل اذا كملت نجاوبك. سؤالي هذا سؤالي فقط. طيب هل تطالبون بخصوصة الاعلام العمومي؟ سمعت السؤال نتاعك مرتين وثلاثه مش مشكله. قلت اذا انت علقت على موضوع الخوصصه الاعلام العمومي، هنالك جزء لا باس به من الراي العام يطالب الان بخصوصة الاعلام العمومي. موجود هذا معروف، ثم عرايض، ثم في الانترنت، ثم في بعض الصحف الى غير ذلك، وهذه وجهه نظر محترمه. وأنا شخصيا لست في تصادم مع وجهة النظر هذه، ممكن تكون مطروحة. نقول فقط إذا التوانس مشاو في الخوصصة علينا أن تكون هناك جملة من الضمانات في هذه الخوصصة، منها أن يكون الخوصصة معناها الإعلام العمومي معناها يكون برأس مال وطني مش برأس مال أجنبي، وأن لا يكون هنالك رأس مال لشخص فقط يشتري الإعلام العمومي، إنما يكون فيه عدد كبير من رجال الأعمال ربما، ومع ضمان الحقوق الاجتماعية والتشغيلية للعاملين في الإعلام العمومي، والتزام الإعلام العمومي والخاص عندما يصبح خاص أيضا بالقوانين المنظمة للإعلام. لكن باش ما نبقوش في حال جدل نطرح الموضوع هذا على الشعب وتنشوفوا الشعب يرى فرحان بالتلفزيون نتاعو ولا مش فرحان. اعملوا انتم مش تم الميكرو تروتوار اللي تعملوه. علاش ما تقدمش في المجلس؟ لحظة تسألتني سؤال خلينا نجاوبك عليه. خذوا انتم فريق ولا اكثر من فريق اعلامي تلفزه ومشيوا واستفتوا الشعب، دوروا في الشوارع وفي الاحياء وفي المدن المختلفه الداخليه والخارجيه وقولوا لهم ايش رايكم في التلفزه وتسمعوا الاراء. مش نسكروا القوس هذا الموضوع الثاني. مش نسكروا الموضوع الثاني. انا راني ما سالتكش، انا سمعت قبيله تحكي في باليش، ما انا سمعت قلت في القوس ما نعرفش. نعم. المعلومه تاعو الموضوع الثاني. انا ما عنديش نضيف انا في الموضوع هذا خاطر واضح. اقترح المجلس التاسيسي المساله هذه. اي نعم. شو اسم؟
التعليق الأول حول المسألة هذه اللي هي كانت صدفة لكن جابت حاجة مهمة. والله أعتبر لي العملية مفاجئة جدا، يعني غير من قدم لأخر خوصة. يعني احنا عندنا برشا مشاكل في تونس، برشا قضايا، عندنا تشغيل، عندنا تنمية، وعندنا وضع أمني، وعندنا سياحة، وعندنا قضايا ملفات مطروحة منذ 14 جانفي للآن، وفجأة قنبلة تهبط لإعلام يخوصص، لأنه ثم مشكلة في الإعلام، ما ثم حتى حل كان الخوصة. يعني هذا عامل مفاجأة. وثم عامل آخر هو أنه ثم تضارب في أحيانا. احنا قلت قبل أسبوعين ذكرنا اللي التلفزة التونسية ملك للشعب ليست للحكومة، وسبقها قبل أسبوع أو أسبوعين أمضينا اتفاق مع وزارة الوزارة الأولى ومع الوزارة الشؤون الاجتماعية على اعتبار التلفزة التونسية مرفق عمومي. أنتم كاتحاد عام تونسي الشغل أمضينا في جلسة تفاوضية على بمناسبة إضراب نقابات التلفزة، وكان أول بند فيها هو اعتبار التلفزة التونسية مرفق عمومي، وبالتالي إدراجها في التشريعات، ثم إيجاد الآليات والوسائل العملية لضمان هذا المرفق العمومي انطلاقا من تركيبة التلفزة وتركيبة تسييرها وإدارتها. سامي، هذا مع الحكومة، لكن هذا موقف حزبي. أنت تكلمت، لأنه حزب النهضة اللي يحكي هكا، أنت تكلمت على قنبلة، ثم ناس يفركوا العمالة، خلينا نفركوا القنبلة. نشوفوا ثم انترفيو أعطاها سيراج الغنوشي رئيس ومؤسس حركة النهضة لجريدة الشرق القطرية، واللي تحدث فيها على خصوصة الإعلام العمومي، وقال مما قال. قطر بدأ يحكي على قطر لأنه حركة النهضة عندها علاقات متميزة مع قطر. قطر شريك أصيل في الثورة التونسية. نزيدوا نواصلوا تنشوفوا إكسري أخرين احنا أخذناهم من الانترفيو هي نفسها. يقول كذلك الشعب، يعني الشعب التونسي، عرف المعارضة عن طريق الجزيرة، يعني قناة الجزيرة، وكذلك حكاية حتى على التفاعل متاع السلطة القطرية مع الثورات العربية. وفي نفس الآن الصحافي في تقديمه للانترفيو اللي تعملت هنا في تونس للشيخ راشد الغنوشي في بيته، قال هدد الغنوشي وسائل الإعلام التونسية بإجراءات وصفها براديكالية، من بينها خصخصة الإعلام، متهما إياها بالعداء للثورة. تو نوصلوا دون لو ديتاي، أما شنو تحليلك الأول حول هالمستجدات هذه؟ يبدو أن مشاكل تونس أصبحت تتحل في صحف أجنبية وفي بلدان أجنبية، ماهوش هنا. ومش هذه القضية الوحيدة اللي تطرح لبرا، ما تطرحش في تونس. كان من المفروض هذا وجهة نظر أو رأي، إذا كان اعتبرناه رأي كما قال سي عامر العريض، فكان من المفروض طرحه للحوار والنقاش في تونس. ناحية ثانية، قطر شريك في الثورة التونسية، وينو شباب تونس؟ وينو شهداء تونس؟ قلنا الناس كلها، حتى الدوائر الأجنبية والمخابراتية والاستخباراتية في تونس وخارج تونس تفاجأت بثورة تونس. إذا كان قطر شريك، فأعتقد أن المسألة فيها هو شيخ راشد الغنوشي طبعا يعطيونا الأولاد، يقول كذلك ممتنون لقطر دولة وشعبا وأعلاما، وسفراء تونس كانت مهمتهم فقط رصد ما تبثه الجزيرة، وتحدث عن دعم قطر للثورات والشعوب العربية اللي حسب رأيه يعكس موقفا نبيلا وشريفا، ودمشق ستتحرر حسب رأيه قريبا. يعني في نفس هذا الإطار، أنت كأنك عندك ما أخذ أنه سيراج الغنوشي يحكي على شأن تونسي داخلي البرة؟ هذا تحدثنا فيه في كل القضايا والملفات، الشأن الداخلي التونسي في تونس. وعلاش؟ أما هو الانترفيو عملوه له في تونس ونشر في صحيفة أخرى، كان من المفروض، وهذا من حقه أن يصرح هو وغيره في أي صحيفة أخرى خارجية، ولكن ثم شأن داخلي هذا لم يتم فيه الحوار. أن يكون لقطر دور في الثورة في تونس، فهذا مستغرب ومستهجن ولا يمكن قبوله. وقتها نقوله أن الثورة تصدرت لنا من برا، ما جتناش، لم تنبع من حاجاتنا، لم تنبع من شبابنا، لم تنبع من مشاكلنا، وإنما سطرت ودبرت بليل وفي جاءت لنا في مستوردة، وهذا من غير المعقول، وهذا يتناقض مع واقعنا ويتناقض مع ثورة عموما. لا نقبله أبدا. هو موقفنا الرئيسي حول الإعلام وخصوصة الإعلام. يقول سيراج الغنوشي، نواصله في الانترفيو هذه اللي هي مهمة جدا نعتبرها مفصلية، وأنه النهضة تفكر في إجراءات راديكالية في حق الإعلام التونسي، منها خصخصته
وكأن الخوصصة هي نوع من الإجراءات الراديكالية. شو حسب رأيك نجم تكون الإجراءات الأخرى؟ أنا نتصور كنت نتصور باش تطرح إعادة هيكلة للإعلام التونسي وإعادة فتح الملف اللي ما عرفت وين النقائص وين المشاكل وين اللي في جزء منها نقر بأن الإعلام كان في تونس مغيب مسحر كان أداة للنظام، لكن إذا بينا نتفاجئ بإجراءات راديكالية تتكرر الكلمة هذه سمعتها في كثير من التصريحات وكأنها ماهيش مجرد لفظ استعمل من قبل الشيخ رجل نوشي فقط وإنما استعمل من الكثيرين. راديكالية من كثيرين منين؟ من كثيرين من حركة النهضة. حركة النهضة بالذات يعني مسألة الخوصة أصبحت إما تهديد للإعلاميين إما بالركوع أو الخوصة يعني عقوبة، ما عادش نمشوا للحلول في اتجاه ملفات مدروسة وقضايا نجد لها من البداية ما يمكن أن نعالج بها المشاكل، وإلا فالخصخصة والخوصة واللي تولي وقتها يبدو لي برنامج نتاع حكومة لا تبتعد عن الليبرالية كثيرا. كلمة عليها ملك كلمة عليها شيطان، لأنه سيلاس الغنوشي في الانترفيو هذه جاوب على التساؤل نتاعك، يقول الإعلام في عمومه معادن للنهضة، نزيد نشوفه فيما بعد، وباعتباره حسب رأيه معادن للنهضة، النهضة مظلومة إعلاميا، إذن هنالك تفكير في إجراءات راديكالية في حق الإعلام مثل خوصصته، وكانوا ثم علاقة سببية بين ما يعتبره الشيخ راشد الغنوشي عداء الإعلام للنهضة وهذه وكأنها مسلطة كما قلت سيادتك كعقوبة. هو في الحقيقة كل طرف يجد نفسه مظلوم من الإعلام من زاوية معينة، ثم إعلام وهاجم الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم إعلام هاجم تركيبة المجتمع المدني بصفة عامة، ثم إعلام هاجم النهضة، هذا في أظن جزء طبيعي من يعني الإعلام يجب يهاجم؟ يهاجم أنت تو مدير جريدة الشعب، أنا لا أستعمل. هل تهاجم كل وقت؟ لا أستعمل كلمة أهاجم، أقول الإعلام ربما سلط الأضواء على حركة على خضاء على موقف على ممارسة سياسية لحزب من الأحزاب ومنها حزب النهضة. في جريدة الشعب لن أهاجم أحد، وإنما ثم أشياء حقائق يجب كشفها، ثم ملفات يجب درسها من وجهة نظرنا ومن زاوية قد لا تروق للآخرين. خلينا نزيد نشوف أشكال السيد رشد الغنوشي في نفس هذا المقال، يقول هناك حرب إعلامية شرسة، ويواصل كذلك في الكلام نتاعه يقول أنه الإعلام اليوم هو إعلام الحرب مثل تجار الحرب، فإعلامي الحرب يبشرون بسلام النهضة والنقابة، يحكي هذا الاتحاد العام التونسي للشغل، وبين النهضة والسلفيين وتلك أمانيهم، ويتمنون أن يخلصوا من الإسلاميين بضرب بعضهم بعض. هل أنت ككاتب عام مساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر أن الإعلام يحب يخلق مشاكل وصدام بينكم وبين حركة النهضة؟ وفي الحقيقة لا، احنا رانا في مرحلة انتقالية. الإعلام خرج من القمقم نتاعو، كان مقموع، ما كان موظف، كان أداة، وانفلت، والانفلات هذا وقع على الناس كل. كما قلت الهجوم كان من فيفري 2011 إلى تقريبا أشهر قليلة، شهر أو أقل، كان الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان الجميع يتفرج ولم يوقف هذا الهجوم، ولم يكن الإعلام على النهضة ولا غيره هجوم موجود، بالمعنى أن ثم حالة من هل استهدفكم الإعلام التونسي؟ استهدف جزء منه، ليس كله، ولم يقلقنا ذلك، وقلنا أنه هذا مرحلة انتقالية طبيعية، والإعلام يزم يتحرك، يزم يتكلم بأخطائه بمشاكله، ولكن سيجد طريقه، ستوجد مواثيق وضوابط وعقود نتاع احترام لأخلاقية المهنة. إذا كان ثم أخطاء في الإعلام يعني بالضرورة يلزمنا نخصخصوه، فهذا أعتبر أنه استنتاجات خرقاء لا يمكن قبولها من أي كان. وكما كان يعمل النظام السابق، شركات يدعي أنها مفلسة ويسارع بخصخصتها، إعلام فيه يعيش نوعا ما من أزمة في مرحلة انتقالية طبيعية جدا، يلزم من صلحوه كان بالخوصة، هذا لا يقبل، وما زلنا متمسكين. الإعلام العمومي يبقى إعلام مرفق عمومي، ويجب أن يبقى ملك الشعب، ويجب أن يكون صوت الشعب، لأنه باش نتسألوا إذا كان مش خصخصوه أيا كانت الجهة التي ستملك
التلفزة الوطنية الأولى ولا الثانية ولا الإذاعات الجهوية ولا الإذاعة الوطنية، ماذا سيفعل به؟ هل سنتحكم في هذا الإعلام؟ هل سيكون هذا الإعلام محايد؟ هل نتوقع أنه لمجرد خصخصته سوف لن يهاجم أحد؟ إذا كان خذته النهضة فماذا ستفعل به؟ وإذا خذها أي طرف آخر وأي مال سياسي آخر؟ هو عامل عريض يقول لك ما يخذوش إنسان من الخارج، الإعلام العمومي كي يتخصص يقول لك كذلك ما يخذوش يتعرف باش وحده يسيطر به، يقول يعني ثم عدد معايير واحترام كذلك الضمانات الاجتماعية والعاملين في القطاع. هذا الجزء الأخير هو محاولة لطمأنة نقابة التلزة التي خرجت بيان واضح وقالت أن هذا خط أحمر لا يمكن النقاش فيه، التلفزة الوطنية تلفزة مرفق عمومي، هذا إذا كان باش تطمن العاملين أنهم لن يطردوا وفي هذه الخوصة ما حليناش المشكلة. ما تحدثناش على أن ثم سمحني سي سفيان، ثم ديما قطاعات استراتيجية، وهذا اعتقادنا نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتقادنا أن ثم قطاعات استراتيجية فرط فيها خوصصت وأضرت هذه الخوصة ولم تنفع البلاد بشيء، كدست الأموال وهربت الأموال. أنت حكيت في البداية على قملة، القملة هذه كان عندها كما القنابل الكل صدى بدلالة، وأنه نلقاو جريدة عمان مثال تقول تحكي على الانترفيو هذه نتاع سلاح الغنوشي وتنشر المقال هذا، وكذلك عديد الجرائد التونسية كما جريدة الصباح، جريدة الصباح مثال تو تشوف مختلف المقالات وصفه بعدو الثورة، تصريح الغنوشي حول خصخصة الإعلام العمومي يثير الجدل. كلمة خصخصة تلاحظوا أنه دخلت، احنا نقولوا خوصصة في تونس وإخواننا في الشرق يقولوا غيره. نشوفوا جريدة مثال اللي بعدها تلقاو جريدة الصحافة عملت ملف مهم جدا فيه الإعلام العمومي بين خيار الإصلاح والتهديد بالخوصصة، والغريب في المقال هذايا وأنه الإعلاميين يقولوا أن الإعلام ضامن للحياد والاستقلالية والحكومة مدعوة إلى التمييز بين العمومي والحكومي، نقاب قيادي من قيادي حركة النهضة اللي هو سي عجمي الوريمي ياخذ موقف ضد حركة النهضة في المسألة هذه. هذا سي شادي بالخامسة زميلنا الكاريكاتوريست عمل الصحفيين كأنهم باش يتباعوا في السوق، معناها وتشوف اللي يشتريوه من الملتحين، هذا فن الكاريكاتور. جريدة الصحافة كالعادة معروفة فيها لطفي بن ساسي وفيها بالخامسة يعملوا فن الكاريكاتور، وجريدة الضمير فتحت ملف نقابة الصحفيين الخطيئة والخطايا، يعني لغة إلى حد ما جميلة على مستوى يسميه فرنسوية لجودمو. وجريدة الضمير كذلك، أنا ثم حاجة بيني وبينك عداوة هذه حمالة الحطب، أنا قلت لهم عداوة ما هيش مرتبطة بالموضوع، لكن عجبتني الصورة هذه حطوا فيها قياديين معناها حركة ديمقراطية في تونس سماهم حمالة الحطب وجاوبوهم دار الاخرين قالوا في جيدهم حبل المسد، ما حطوا صور نتاع ناس اخرين مش هم نفس الناس اللي هما اعدائهم. عموما نرجع للموضوع نتاعنا اللي هو الاعلام، باش نلقاو نشوفوا جريدة جاية المغرب حول دعوة النهضة لخصخصة الاعلام العمومي وتقولها ما اصبتش المرمى اخطأت المرمى مرة اخرى، تو نلقاو هذايا. انت حسب رايك هذايا خلق جدل، هي القنابل المجعولة باش تخلق جدل، وفي العلوم السياسية تعرف اللي ثم يسميه بالون ديسي، ما تراش اللي هي كيني فكرة يروجوها ويشوفوا شنو التفاعلات من بعد، لأنه حزب أخذها وأفراد ماهوش موقف رسمي لا حكومي لا حزبي، أما مجرد وجهات نظر. ولا يمكن مصادرة حق أي إنسان في رأيه وفي موقفه من أي قضية يطرحها، يعني أن تطرح على أساس أنها قضية للنقاش هذا مسألة لا جدال فيها، والحرية أثبتت هذا أنه يلزمنا أن نضمن للناس كل حق في إبداء الرأي. لكن علاش في الظرف هذا بالذات؟ وعلاش وقت لي ثم تتأزم وتتوتر الأوضاع الاجتماعية جينا كل مرة بالون ديسي أخر، يعني حالة انت استنفار الناس حول قضية ثانوية جدا، لا رغم أهمية الإعلام رغم دور الإعلام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وفي الانتقال الديمقراطي، لكن أن يطرح هذا في هذا الظرف بالذات وقت تقع توترات في كثير من المناسبات وتقع تصادمات ويقع أخطاء في الممارسة اليومية، يقع ابتداع أو اختلاق مشكلة
والمشكلة هذه تحول الأنظار على المشاكل الأخرى. ننسوا ملاح طرادس، ننسوا المضيلة أم العرائس، ننسوا منزل بوزيان، ننسوا التحركات اللي وقعت في منطقة الوسط الغربي وفي الشمال الغربي، في سليانة، في مكثر، في قعفور، في غيرها من المناطق. ويلزم ننتلهو في قضية الصورة الكاريكاتورية أنا عجبتني فعلا، تم شوالي الإعلام كسوق نخاسة، نحطوا الناس للعالمين يعني نهار اخر اي حاجه اخرى تخلق لنا مشكله لازمنا نبيعها سيتو. هذا ماهوش حل ولا ماهوش راي رشيد، ولا يمكن لحكومه ان تفكر هذا. والى حد الان ما سمعناش تصريحات الحكومه الرسميه، هي تصريحات حزبيه تلزم. قال احد قيادي حركه النهضه في ريت في تصريح في احد الجرائد انه هذا تلزم اصحابها. اعتقد انه نقول تريثوا المسألة. المرافق العمومية من المفروض ساعة إعادة هيكلتها وإعادة نظر فيها قبل ما نفكروا في أي مشاكل أخرى. نشوف وإحنا توا نشوفوا السؤال الجاية النقيبة الصحفيين، رئيس نقابة الصحفيين ألا نجيب الحملوني، كانت أمام لجنة الحقوق والحريات وحكيت كذلك حول دسترة الحق في الإعلام. نقاو هذايا خرج في جريدة الصباح في جلسة مسائلة، يعني هي جلسات باش تقدم وجهة نظر، لكن حتى داخل الجلسة تحولت إلى جلسة مسائلة إعلاميين، وهي قالت ضرورة دسترة الحق في حرية التعبير. هل تعتبر أن الحق في حرية التعبير يجب أن يكون في الدستور كما موجود معناها في البريامبول مثال في ديباجة الدستور الأمريكي؟ لما لا؟ لما لا؟ باعتبار أن من المسائل اللي عانيناها سنوات هي أنه الإعلام ظل منحة ومنة، وظل مربوط بقوانين وبأوامر وبمناشير وبأهواء تاع من رئيس رئيس إلى وزير إلى وزير، من هيئة رقابية إلى هيئة رقابية. وهل ثم علاقة بين الحق في حرية التعبير وخصوصة الإعلام العمومي؟ ما مش هذا النقاش. الخوصة ما تنجمش تكون في النهاية مانع ضد حق التعبير، لأن احنا نتحدث هنا على مرفق عمومي، على التلفزة الوطنية، على مكسب بأخطاء وبما خلف عموما الإعلام العمومي في تونس، التلفزة والإذاعة جريدة الأبراج وجرائد وكالة تونس أفريقا الصحف، يعني مسموع المسموع والمرئي والمكتوب، هذا مكسب وهذا يمثل قوة تعديل ويمثل قوة توازن في البلاد، ويمكن من شيء من الحيادية أمام صحف خاصة بالتأكيد التمويل سيؤثر فيها، صحف حزبية بالتأكيد الآراء الحزبية سيكون حاضر فيها. وفي المشهد هذا يلزم المواطن التونسي عنده. أنت كنت حاضر في العشاء مع سي حمادي جبالي؟ جريدة الشعب كانت حاضرة. جريدة الشعب كانت حاضرة في العشاء هذا مع مديري الصحف. قال سي حمادي جبالي مش معقول باش الدولة تملك وسائل الإعلام. بالحق الدولة يمكن عندها طيارة تملك الجائر البرجة توتوروتات، لكن كذلك الدولة ما تملكش وسائل الإعلام. يبقى هل أنه الإعلام العمومي هو الإعلام الحكومي؟ أنا نميز بين هذا، لأنه وقت اللي ناقشنا وتحدثت معك على جلسة المفاوضات هذه مع الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية، باش نأكدوا على أن المرفق العمومي لا يجب أن يكون تحت يد أي كان بما فيها الحكومة. يلزم عنده مجلس إدارة مستقل، هيئة مستقلة، والهيئة والإعلام بصفة عامة حتى في رقابته في المستقبل لن تكون هناك وزارة إعلام، ويجب أن لا يكون هناك وزارة إعلام، ولا نعود إلى وكالة الاتصال الخارجي، ولا نعود إلى تلك الوسائل اللي الحكومة. ما دامك تحكي على الاتصال الخارجي باش نحكيه توا على الخارج، لأنه نشوفوا جريدة موقع المراسل قال أنه ثم تقليل دولي يدير النهضة وأنصارها باستخدام العنف ضد الصحفيين والتهديد بخصخصة الإعلام، ونقاو هذا كذلك بيزنس نيوز كتبته بالفرنسوية. يعني المسألة اليوم ولات عندها بعد حتى دولي. النهضة كونداني على شان انترناسيونال بور لي فيولاسيون كونتر جورناليست تونيزيان مع صورة النهضة. في الختام اش نجم تقول لنا انت على معناها، هل نجموا نطمنوا الجمهور التونسي بانه القطاع العمومي اللي هو ملك الشعب سيبقى ملك للشعب؟ هل انتم كاتحاد باش تعملوا في هذا الاساس؟ احنا في الاتحاد العام التونسي الشغل معتقدين تمام الاعتقاد ان معالجه الاعلام لا تكون بخصخصته او خوصصته كما نقول نحن، وبالعكس يجب ان تفتح الملفات وان تناقش الصلاحيات والأهداف والحدود، ويلزم إيجاد ميثاق شرف للإعلاميين، ويلزم هيئة عليا مستقلة تراقب وتعدل وتصلح، ويلزم قوانين ضابطة
مثل ويكون مرجعها المراسيم 115 116 بعد تعديلها، بعد تعديلها بحكم احترازاتنا على بعض النقاط، ويلزم ديما المرفق العمومي يلزم يكون موجود كمصدر إعلامي للشعب، وفي نفس الوقت لا يكون للحكومة يد عليه، وإنما تكون هيئة تسير هيئة مستقلة. شكرا لحضورك معنا، شرفتنا ورأيك كان مهم جدا. احنا بعد الموضوع هذا باش نحكيو على موضوع الزوبعة في اللوتيكا وخاصة جلات في صفاقس، نرجعوا بعد الفاصل إن شاء الله. نواصلوا فصل المقال، موضوعنا الثاني الليلة حول زوبعة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. باش يحكي معنا في الموضوع ضيفنا الليلة سي هشام اللومي اللي هو رجل أعمال وكذلك عضو في الهيئة الوطنية للانتقال للأوتيكا. سي هشام عسلامة. عسلامة، أهلا وسهلا. مرحبا بك. أشكرك الله فيك. يظهر لي رغم الربيع ثم ما زالت زوابع في الأوتيكا، خاصة أنت كنت في صفاقس يظهر لي. إيه صحيح صحيح. إن شاء الله لاباس. بوداشكا كبيرة في صفاقس. صحيح. عندنا في تيار على الموضوع هذا، كان تحب تتفضل نشوفوه مع بعضنا ثم ننتقلوا للتعريف عليه. مؤتمر الاتحاد الجهوي اللوتيكا بصفاقس كان تحت رقابة أمنية مركزة. لاحظنا حضور قوات الأمن العمومي وزاد أفراد ووحدات من الأمن الخاص. وحدات الأمن الخاص ظاهرة أقل ما يقال عليها إنها جديدة. بوادر تنظيم المحكم كانت في الموعد. التنظيم المحكم ممنعش الأجواء باش تكون مشحونة وملغمة، خاصة اللي عارضوا انعقاد المؤتمر كانوا قد استصدروا حكم استعجالي للغرض. انا واحد من اسمي بدينا قلوبهم توجعت من 1988 مشينيش طال الجلسه العامه، مشينيش طال المؤتمر من 1988 24 لا لا يا معلم، يا عامل التليفون، عامل اسمع، عامل التليفون هيك على الاشاره الحمراء هذه احنا ما احناش موافقين عليه للمؤتمر اليوم، خاطر سي عبد اللطيف الزياني وجماعته عملوا على قياسه هو، فصل المؤتمر على قياسه هو، ويحب معناتها المؤتمر هذايا المكرسات القديمه تاع اللي كانت يعملوها في عهد البيت يحبوا يكرروها اليوم. واحنا اليوم عندنا حكم المحكمه خذيناه، فهمني، قدمنا قضيه استعجاليه، كي تشوف انت تو وتقرا نص الحكم اللي هو ما يعطيه حتى شرعيه السيد هذا اون برانسيب يحاكموه في المحكمه، اون برانسيب يهزوا عطيف زيني يحاكموه في المحكمه على الاعمال اللي عملها. واحد يهيج يضربني هنا، انا يضربني، انا يضربني الزرقاني،
والله دربني والله دربني لا ولا دربني احنا كان انا انتهينا حمادي عاوز مكتب تنفيذي سيدي شفنا لخبطة اليوم بين عباد داخلين صباح مرجلين وبعد يعني سويعات عباد هزين شارة الحمراء شو فهم يعني؟ شيء أسف وشيء يحزن ياسر باعتبار أن عملية تجديد الغرف كانت طريقة شفافية طريقة اللي ما وقعتش بالكل طبقنا فيها جميع الإجراءات القانونية يعني قبل 10 أيام يصير المؤتمر نعملوا إعلام في الجرائد ونعملوا إعلام في الإذاعة ونبعثوا لهم استدعاءات هما بالنسبة للهم هذه كل جرائد قامت وما جرتش عليها طعن لكن في كما نقولوا احنا بلغة الكرة في 90 دقيقة وقع محكمة يعني محكمة قالوا تطلغى المؤتمر ويوجل ثم ثلة معينة من اللي بدينا في تجديد الغرف هم مش راضين بالعملية ما مثلت أغراض شخصية فقط بين أطراف معينة يعني يحبوا ينسفوا الاتحاد هذيك غايتهم باعتبار أن سمحني هذا قضاء هذا قضاء يعني قضاء أخذ قراره القضاء هو أمور أخرى هذيك القضاء ما ندخلش فيها أنا ما ندخل كم في الشيء اللي عملته أما من القضاء يا أخو مجرى لأن القضاء طالبين في شخص زياني والزياني ماشي هو ما هوش مش جدد في الانتخابات الجديدة مش مشي على روحه وثانيا يلزم التوقيف هذا يتعدى على طريق الاتحاد المركزي فهمت والقضية تتعدى باسم الاتحاد المركزي باش يكون الطعن صحيح والطعن واضح أما هكا لا إله إلا الله ولكن ما ندخلش أنا في أمور القضاء ما ندخلش فيه وش يصير المؤتمر ولا مش الله أعلم ما نعرفش هذا مدام بوشماوي هي المسؤولة عليه أما الإجراءات اللي صارت الكلها في سفاق إجراءات 100% ما فيها حتى شايبة من الشوايب اللي هي تعمل أي خلل دخلت يعني العباد كل السنة في قرار قضية صارت لكن كان اجتماع مكتب تنفيذي دخلت أنت على غفلة والله شوف ما كنتش معناتها في برنامجي باش نحضر اليوم
ولكن للأسف حسيت كونه ثم بعض عباد تحب ما تطبقش القانون. ثم حكم قضائي خرج في أخير المؤتمر، مانيش عارف واش فاش يستناو، يخليوا الناس تستنى على أعصابها، يمكن تصير تجاوزات وتصير بعض المشاكل. كان الأجدى كونه يطبق القرار، هو قرار محكمة ما يلغيه، كان قرار محكمة، هذا هو تطبيق القانون. قضينا استعجاليا بإلزام المنطقة عليه بصفته رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسبب بتأجيل أسباب المؤتمر الذي يسمع عقله بتاريخ 19/4/2012 إلى تاريخ واحد على أن يعلق قوائم المغرفة الجهوية بمقر الاتحاد في الأثناء مع الإذن بالتنفيذ على المسلطة وحرر في ذلك حرر اليوم. لهذا وقع الاتفاق على تأجيل هذا المؤتمر إلى أجل غير معين. كل مؤتمر عنده صبغة متاعه وعنده رورق متاعه. احنا بعد الثورة مستعدين معناها نسمع ونسل الكل وان شاء الله ثم حلول له. التأجيل المؤتمر تصفيق صار في حكم، صار تأجيل المؤتمر وان شاء الله يقع معناها تصريح وقتاش نقول معناها اعقال المؤتمر المقبل ان شاء الله في صفاقس. هو التصريح صار البارح. شوف تو احنا نحبوا صفاقس طامبول ايكونوميك في البلاد، نحب الاتحاد يكون قوي، الناس الكل يكونوا ملتفين بعضها، ما نقعدوش نلوجوا في قال وقيل. القرار صار توا اتخذ اللي هو صار تأجيل مؤتمر، وإن شاء الله باش يصير في أيامات المقبلة. أنا ندعو جماعة الصفاقسية الكل وكل رجال وأصحاب الأعمال في صفاقس يلتفوا نحو الاتحاد تونس، حاجة بينا الناس الكل. ماناش تويكي في مشكلة على الكراسي ولا وقت نتعاكم بعضنا، احنا عنا شباب عمل الثورة، شباب يحب يشتغل، عنا مناطق معناها في حالة سيئة لازم نستثمر ونعطيه صورة على تونس، هذاك شنو نطلب من الناس الكل. شكرا. مدام المؤتمر الوطني يعني باش توخر مدام؟ لا ما توخرش، قلت ربي يصير في جوان. مدام معناها في أيامات قليلة سيكون المؤتمر، هي على حاجة سيقع القيام بها حسب القانون وسيقع المؤتمر باش نجي في صفاقس مازال جاية صفاقس. هذا الريبورتاج عمله زميلنا فوزي الخماسي، هذه ولا تسونامي اكثر من زوبعة. وسيادتك كنت حاضر، شنو اللي وقع بالذات في صفاقس؟ والله انا نتاسف ونتالم كيف نشوف الشيء هذا اللي صار في صفاقس، خاصه صفاقس معروفه قطب معناها ومنطقه اللي هي هامه وهامه جدا في تونس، والصفاقسيه معروفين بالروح المبادره نتاعهم، الجديه نتاعهم، وكذلك بالرزانه نتاعهم زاده، معناها هذا شيء هام. ومع الأسف اللي شفناه هذايا معناها مشكلة. نحب نحط هو ثم حكم قضائي لما حالة، والحكم هذا بمقتضى هذا الحكم تم معناها تأجيل هذا المؤتمر، يعني حاجة قانونية. ومن بعد صفاقس صار هذا في مدنين، يعني البارح صار في مدنين، ذوات البارح في صفاقس والبارح صار في مدنين، ومن المنتظر زاد حتى في مناطق أخرى باش تقع مشاكل، لأنه منتظر كذلك باش تقع في توزل ولا زغوان والقصرين وسيدي بوزيد مؤتمرات، ممكن تجي كذلك أحكام. في بخصوص صفاقس كي خرج القرار وصدر الحكم احنا طبقناه، احنا نطبقوا القانون نحترموا القانون، هذا ما في حتى شك. يبقى حسب اللي شفت أنا مانيش ملم ياسر معنا بموضوع صفاقس، حسب اللي فهمت ثم إشكاليات في الغرف الجهوية، ثم طعونات. سمحني، هو علاش ما تطبقش من الأول؟ لأنه صار هرج وتعبيت القاعة وصار تجذبات وضرب ومضروب، وشفنا ياسر في رق خاصة نتاع أمن، معناها كل واحد جايب جماعته. هو راهو كان المفروض القرار القضائي من الأول يتطبق. هو راهو استعجال ونفذ على المنسول. الغرف الجهوية اللي تكون هي المؤتمر هي تجدد بعد 14 جانفي 2011، خاطر بعد 14 جانفي 2011 صاروا تجاذبات كبرى في الاتحاد، معناها وكما في عدة منظمات وطنية في بالي. معناها قلنا الانتخابات اللي بدينا فيهم قبل 14 جانفي نعاودوهم، وتعاودوا الكل انتخابات، تعاودوا الكل. يبقى ثمة طعونات في الجهات الكل موجودة هذه، والاتحاد أحدث لجنة وطنية مستقلة للمشاكل الطعونات. خلينا نشوفوا بعض الجرائد. هذه درست الطعونات اللي صاروا.
الله يبارك. منهم صفاقس، منهم صفاقس. خلينا نشوفوا بعض الجرايد تناولت المساله هذه. مثال نجيو نلقاو في جريده الشروق، هذا خرج قبل كتبوا زميلنا راشد شعور، يقول اجواء ساخنه فهل هي فتحت مرحله جديده تعيد للجهه ريادتها. كما قلت انت معناها ساقس فيها جانب ريادي، لكن توا رياده ولات معناها كما شفنا سلبا. ننتقل الى مقطع اخر من جريده اخرى، نلقاو مثال الشروق زاد معركه وخلاف في منظمه الاعراف، فهمتني؟ هذا تكتب من بعد. نفس الشيء معناها نلقاوه معناها المشاكل اللي وقعت، عديد المشاكل بين المكتب التنفيذي الحالي والهيئه الوطنيه لانقاذ واصلاح الاتحاد، يتحول هذا الخلاف الى قاعات المحاكم. تسمح لي هنا قبل ما تعطينا تعليقك، ثم انا حسب بعض المعلومات 21 قضيه في صفاقس، يعني قضايا اداريه، عدم تطبيق القانون، تبادل عنف، سبع قضايا في بنزرت وقضيه في جندوبه، هذا اللي سمعت بهم انا لحد الان. شنو المشاكل اللي وقع بين المكتب التنفيذي، يعني الهيئه اللي انت فيها توا، والهيئه الوطنيه لانقاذ الاتحاد وغيره، شنو بالضبط؟ والله انا ما شفتش مشاكل مع الهيئه الوطنيه اللي تحكي على الانقاذ انت توا معناها يعني تحول موضوع الاتحاد الى قاعه المحاكم، توا كاينين المحاكم شو اللي تخدم على لوتيكا. والله احنا عندنا شرعيه يعني توا هكا ما ثماش مشاكل؟ لا ثم مشاكل. توا رجال اعمال معروفين جنتلمان، توا خنيفري وضرب ودزان. والله صاروا مشاكل وصارت زاد مشكله كبيره وقتها في 28 مارس صارت، اما ظهرت اللي هي فاشله 100%، وهذوما جماعه خلصوهم جاوا وحبوا يعملوا بلده وحبوا يعملوا مؤتمر ولا باهي. وهذه شنو هذه؟ يعني صفاقس معناها نحكيو كنا لا صفاقس انا بديت نفسر فيها، انت قلت نحكيو على موضوع اخر. فضل. فيما يخص صفاقس ثم اشكاليات اللي هما صاروا، وصاروا في عده جهات، اللي هما صاروا طغونات فيما يخص الوحده اللي تجديد الغرف. تجديد الغرف ولا تجديد الغرف صاروا هذوما، وعملنا احنا في الاتحاد المركزي ثم لجنه هذيا متكلفه باللجنه الوطنيه متكلفه بالطعونات ومستقله اللجنه هذيا، هذيا درست الملفات على عده جهات وحلت كثير من المشاكل. يبقى في صفاقس ثم عدد كبير من الطعونات جاء معناها قبل المؤتمر بشويه. هل تم استبعاد في صفاقس؟ مشاو شافوا اللجنه مشات شافت هذيا ودرست معناها عده ملفات ومازال تدرس فيهم توا. المشكله اللي الجو ما صفاش، هذا اللي فهمت وانا وشفت وانا غاديك، كي شفت الجو ماهوش صافي والمؤتمر صار في جو ماهوش مناسب نجم نقولوا، وصارت القضيه هذه اللي صدر فيها قرار لتاجيل المؤتمر، وطبقنا احنا القانون ومعناها اتفقنا باش ناجل. 26 يظهر لي ثم لقاء باش تحدوا فيه وقتاش المؤتمر الجديد؟ 26 جمعة جاية باش نقدموا المشروع القانون الأساسي، خاطر كلنا نعرفوا اللي معناها القوانين والقوانين الأساسية بتاع المنظمات ثم اللي فيهم يزوم تحويل، وإحنا عملنا دراسات وخدمنا مع خبراء من الحقوق وأساتذة جامعيين ومحامين وقضاة باش نحضروا قانون اساسي جديد، هذا باش نقدموه. وبالنسبه للمؤتمر هذا يتقدم في المجلس الاداري جمعيه عدات، باش يتقدم في المجلس الوطني يوم 26، وباش نقرروا زاد على المؤتمر الوطني اللي هو ان شاء الله يكون في جوان. بعد ان شاء الله في جوان، ان شاء الله في جوان. بعد متفقين عليه هذا في جوان؟ باش نقدموه للمجلس الوطني. جريدة القرار يخرج من المجلس الوطني اللي هي معناها اعلى هيكل قبل المؤتمر. جريدة المغرب تقول تاجيل المؤتمر 16 لاتحاد الجهه والصناعه والتجاره، وتوصل زاده عندها عنوان طريف جدا، تجاذبات في انتظار رؤيه هلال المؤتمر، وكان المؤتمر نتاعكم باش يولي بالرؤيه. لا لا ان شاء الله ان شاء الله، تو خاطر احنا قاعدين نجدوا في الهيكل وجددنا الهيكل الجهوية الكل، معناها الغرف الجهوية جددت كلها، الغرف الوطنية أكثرها جلها جددت، الجامعات الاتحادات الجهوية الاتحادات الجهوية 16 على 24 جدوا، وكانوا ثم شوية مشاكل أما حليناهم بالوفاق وبالحوار.
الاشكاليه في صفاقس ما وصلناش بالحوار وبالوفاق، وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله بالوفاق وبالحوار نلقاو حلول. وسيدي ابو زيد والقاصرين ومتوزل وزغوان، هل ينجم يتواصل السيناريو نتاع صفاقس؟ سيدي ابو زيد صار. صار. سيدي ابو زيد صار. مدنين الاشكاليه هي ثم مدنين كما كيف كيف حكم وقف. اي نقول لك علاش صار تأجيل مدنين، على خاطر ثم اتحاد محلي اللي هو ما جددش، وهذايا الاتحاد صار فيه معناها باش يصير ثلاث مرات يعلموا بالمؤتمر نتاعو وما صارش، هذايا علاش تأجل حتى يكمل الاتحاد هذايا لتجديد الاتحاد المحلي نتاع يعني بن قرداد. يعني انا خذني على قد رأي، انا مانيش رجل اعمال، انا رجل اعلام. نعرف انتم عندكم بيزنس بلان، كل شيء تعملوا عندكم كاش فلو على سنوات، تخدموا ديما نقعد مستغرب كيفاش تخدموا بارفوا او مليم بليس انتم بالنسبه للفيسك طلعوها قد قد الامور. اما توا ثم ياسر مشاكل، هاو اتحاد محلي، هاو غرفه، هاو تاكسيست في صفاقس، هاو كذا هاو كذا، وكانه نقولوا احنا دخلت فيكم غوله. ولا شوف الاتحاد فيه الصناعه وفيه التجاره وفيه الخدمات وفيه المهن والصناعة التقليدية، معناها ثم معناها شيء كبير، معناها الافكتيف نتاع قداش المخرج عندكم تو؟ والله نجم نقولوا 80,000، معناها عندنا 24 مركز جهوي. قد الاتحاد العام التونسي الشغل 600,000 تقريبا، توليوا كيما البوسنه والهرسك ولا شنو؟ اما عندنا اجندا، انت قلت لي عندكم برامج ومسطرين هكا بالمليم، عندنا اجندا اللي هو كملنا الغرف الجهويه، الاتحادات الجهويه مازالوا عملنا 16 مازالوا 8، الجامعات باش يبداوا يوم 25 افريل ويكملوا في مي، ان شاء الله الاتحادات الجهويه يكملوا في مي كيف كيف، معناها الاكثر باش يكملوا في افريل، يقعدوش زوز ولا ثلاثه في مي، وان شاء الله نوصلوا في جوان للمؤتمر نتاعنا. هذا برنامجنا، يبقى المحيط اللي عايشين فيه صعيب، واش ثم كان راهو الاتكار راهو ثم الاحزاب السياسيه، كي تشوف واش قاعد صاير توا في الاحزاب كيف كيف، مشاكل كبيره في المنظمات الوطنيه الاخرى، في اليوتاب مثلا، في يعني ثم السوليداريتي في الجمعيات، لا معناها يعني ثم مقلات التبلبيز، عايشين في فتره انتقاليه، اما ظهر لي قاعدين نخدموا على روحنا وقاعدين نقدموا راهو قاعدين. لا وسامحني عاد تفضل، مش هذاك الموضوع نتاعنا فقط، راهو ثم الاستثمار، ثم التشغيل، ثم استقطاب الاستثمار الاجنبي، ثم خدمة قاعدة تسير، احنا كلنا ننتظر ثم ثم اتصال بالاتحاد الشغل باش نحاولوا نريدوا الجو باش المستثمرين التوانسة والاجانب يقدموا، ثم خدمة راهو قاعدين نخدموا، الجامعات قاعدة تخدم، الاتحاد الجهوية قاعدة تخدم، الاتحاد المركزي والهيئة الوطنية الانتقال قاعدة تخدم، قاعدين نخدموا، قاعدين نحكيوا مع الحكومة مثلا، عملنا اجتماع جامعة عدات مع عدة وزراء الاقتصاديين من الحكومة باش نتحدثوا في البرنامج، نتحدثوا في البرنامج نتاعهم والبرنامج نتاعنا، ما عندنا برامج وقاعدين نخدموا على روحنا. الله يبارك فيك. وثم ثم برشا ايجابيات، اما ثم سلبيات. اذا حكيت على الاستثمار الاجنبي، السلبيات نعالجوهم. انت حكيت الاستثمار الاجنبي، يقولوا عاده كلمه الاسمال الجبانه ما نحبهاش، الاسمال الحذر، اما الاسمال زاد شواف. انا كان جيت مستثمر اجنبي ونشوف اصحاب الاعمال في صفاقس هكايا، نولي حذر ياسر من السوق التونسيه. والله ان شاء الله في صفاقس نلقاو حل وفاقي وبالحوار، هذا هو تفكيرنا، وتوا نعيطوا للخيار ونحكيوا معاهم، خاطر مش معقول اللي صار هذاك في صفاقس، ماهوش معقول بالكل، خاطر رجال اعمال يلزم يعطيوا المثل، ويلزم في الوقت الحاضر نخدموا مع بعضنا مش ضد بعضنا، هذا شيء هام وهام جدا. ثم رجال اعمال توانسه قاعدين يستثمروا تو في تونس ياسر؟ ثم اي ثم 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 كنا نعطيك انا ارقام مثلا 2011 ثم تراجع في الاستثمار، اما كي تجي تشوف ثم 22% تراجع كاستثمار صناعي، كي تجي تشوف تلقى الاجنبيين تقلصوا ب 30% ولا اكثر، والتوانسه 13%، معناها استثمروا 30، معناها 87% من اللي صار في 2010 صار في 2011، استثمروا وخلقوا مواطن شغل، القطاع الخاص خلق 30,000 موطن شغل عام 2011. حبيت نسأل على مسألة شفناها في صفاقس، اللي هي هذه ظاهرة الأمن الخاص، حسب رأيك هل هي ظاهرة صحية ولا عادية ولا ممكن تولي مختلة إلى حد ما؟ والله كي تشوف ثم هكا عنف وتشوف تجاذبات وتشوف مشاكل، يزم واحد يحمي زادا، معناها ما نعرفوش، خاطر توا تعرف أنت اللي في البلاد ثم ناس مرتزقة يجيبوهم،
طبعا ما نقولش اللي جاوا هذوك هما الاكثريه رجال اعمال، اما ثم ناس ما تعرفهمش، ثم ناس تو انت تحب مثلا تبلبز مؤتمر تجي تخلص 1000 واحد 30 دينار ويخدموها 30 دينار لا هكا في 30 40 50 ما نعرفش، ثم انا موجوده هذه في البلاد موجوده، ثم سوق بورصه فيها زاد ثم هي. يعني بورصه بتاعت بلبيز ثم بتاعت بلبيز ثم موجوده معروفه يعني بورصه معروفه قيم المعقوله بورصه بلبيز ينجموا ناس اللي ماهمش فرحانين يجيبوا لك معناها 1000 واحد 500 واحد يبلبزوا لك، واحد لازم يحافظ على المنظومه نتاعو. انت ما ترشح للقياده نتاع الاتحاد الجديده، هل عندك امن خاص يحميك معناها؟ والله انا كشخص ما ريتش اختار لي انا الحقيقه، وكنت موجود في صفاقس وما صار ليش حتى مشكل وظلي ما ثماش اشكاليه في الشيء. يعني تحب تقول انت انسان وفاقي في صفاقس كانك حمله معناتها فيها تو؟ لا 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 مش حكايه حمله، انا في معناها في دابوغ انا صفاقسي مولود في صفاقس، عشت عامين في صفاقس، ما عشتش معناها في صفاقس، معناها منتمي للعائله الصفاقسيه، وعندي التربية هذيك زاده نتاع الجهد والعمل والجديه ورزانه زاده، ونحب صفاقس، هذاك علاش مشيت لصفاقس، مانيش ملم بالموضوع نتاع صفاقس، اما نحب صفاقس تقدم، خاطر صفاقس عندها امكانيات كبيره، والصفاقسيه موجودين في صفاقس وفي تونس وفي العالم، معروفين في الصناعه، في التجاره، في الخدمات، في المهن الصغرى، معناها عندهم سمعه كبيره محترمه معناها. لازمنا نلقاو حل في صفاقس، لازمنا نلقاو حل. هل ماذا بيا سؤال على معناها المستجدات المنتظرة في الأيام الجديدة بالنسبة للقانون المالية التكميلي، هل يطمنكم كرجال أعمال؟ والله احنا ناقشناه وتحدثنا مع الحكومة فيما يخص البرنامج الاقتصادي نتاعها وفيما يخص قانون المالية، ثم عدة مواضيع تكلمنا عليهم وهما تراجعوا فيهم ولا بدلوهم، ثم مواضيع لازم نزيدوا نحكيوا فيهم، مي معناها برشا حاجات إيجابية نجم نقولوا برشا حاجات إيجابية. وهل الحكومة مطمنة من اللي قاعد يصير في الاتكات؟ والله الحكومة تحب تتعامل معنا كشريك، وانا نشوف اللي ثم ثلاثة أطراف يزموا نخدموا يد في اليد، اللي هما اتحاد الصناعة والتجارة، الاتحاد العام للشغل، والحكومة. بهذايا نجموا نقدموا بالبلاد ونخلقوا المواطن شغل، خاطر كل واحد يقوم بالمسؤولية بتاعه. على الذكر، ثم تقريبا 460 و 470 من رجال العمل التوانسه عندهم تحجيل سفر، شو موقفكم انتم المساله هذه؟ قبل كل شيء الرقم هذايا مبالغ ماهوش صحيح. قداش ملهومه؟ والله ممكن اللي هما مترتبين بالمجد نقول 30 40 هكا. لا تحجيل سفر يعني احنا نقولوا تحجيل سفر نحكيو على تحجيل سفر. اي ثم 470 تقريبا. مش كل رجال الاعمال انا ما عنديش بالتدقيق عن شكون يعمل. انا حسب مصادر حكوميه وفي المجلس قالوا 470 رجل اعمال عندهم تحجيل سفر. شو موقفكم منهم انتم؟ احنا موقفنا يلزم الحكومه تشوف اللي هم متورطين حقيقيا هذوك، معناها القضاء هو يقوم بدوره، واللي هم عاملين لهم تحجير سفر تحفظيا مش معقول، يلزم معناها في اقرب وقت باش نحلوا له مشاكلهم. يقولوا ثم صفقه كان متورط وعنده ثم يثبت التورط نتاعو يلزم القضاء ياخذ الطريق نتاعو، وكان لا سيبوه يسافر على روحه خاطر ما كانش الاقتصاد. عملتوا بطلب الاقتصاد؟ طلبنا كلمنا الحكومه واش قالوا لكم؟ ثم تسوية ما في الأفق؟ لا متفاهمين في الموضوع وقاعدين نشوفوا فيه الموضوع هذا. يعني الحكومة متقبلة باش ترفع حتى تحجيل سفر على عديد رجال الأعمال؟ فهموا الوضع وفهموا اللي نجم يكون ظلم زادة ضد رجال الأعمال، وفهموا اللي مش معقول باش رجال الأعمال ما يخليهمش يسافروا خاطر المشاريع نتاعهم والاستثمار والمواطن الشغل اللي مربوطة فيهم تتضر برشا منهم ما عندهم حتى شيء. هل تنتظر انه المؤتمر نتاعكم اللي تقول انت باش يصير في جوان يكون منظم على الاقل كما مؤتمر اللي عامله الاتحاد العام التونسي للشغل في تبرقه في ديسمبر الفرد؟ اي معناها نترقب اللي يكون نظام في المستوى باش نحضروه كما يلزم ويكون ان شاء الله منظم وما غير اشكاليات. يكون التحذير معناها والرزبانه تكون موجوده والوداد بوشماوي باش تقدم روحها من جديد حسب رايك؟ والله ما قالتليش وانا ما شتاش. يقولوا انه ثم مواقف ضد وداد بوشماوي لانها امراه، هل هذا صحيح؟ ثولي تخلويذه انا ما ريتش. لا هل هذا موجود ولا تخلويذه حاجه اخرى؟ هو راهو شوف في بعض الولايات هو راهو في الجنوب هو في امريكا مثلا ولا في الشمال ولا غيره في امريكا خير رجل على امراه، في فرنسا كيف ساركوزي وسيغولان رويال معناها هذا يتسمى نويل بوسون تعرف التعويل. لا لانه ثم ناس ضد وداد بوشماوي لمجرد انها هي امراه. شيء طبيعي شيء طبيعي موجود في العالم مجمع هذا، ثم ناس يقول لك نحب الرجل يحكم انا. اما ظلي انا في تونس متقدمين التوانسه.
معنا اتحاد الجهوية في رأسها مسامي ثم هي ثم 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 توك تحب شو تحب كلمة الموضوع هذا شوف لوجي تي تي ثم حتى مرأة في المكتب التنفيذي لا توا لوجي تي تي غريبكم التاريخي سهل ياسر مش تقول كيما قبيلة تقول لي هاو كيف فشخوا في بعضهم في السياسة توا هاو كي لوجي تي تي لا لا ثم حتى مرأة في البيرو اكزيكوتيف اما لوجي احنا عنا نساء في البيرو اكزيكوتيف وفي الاتحاد الجهوي عنا نساء لا في الغرف وفي الجامعات وفي الغرف موجودين اكيد جدا والمرأة التونسية خذت المواقع الكل والمرأة في انا واحد من الناس ما عنديش مشكلة في الحكاية هذه ثم توانسة يقول لك لا ثم يقول لك ايه كل واحد حر في امريكا موجودة في اليابان موجودة في فرنسا موجودة وكاو ان شاء الله نشوفوا مؤتمر رايد وما فيش تبادل عنف وان شاء الله نتلقاو مرة اخرى وتعطينا بعض المعلومات كيما هكا ان شاء الله سي هشام اللومي بارك الله فيك شكرا شرفنا بحضورك وان شاء الله في ملتقى اخر في فصل المقال بارك الله فيك شكرا